طيب فقره نمبر 1 يا كابتن، يعني هبتديها مع حضرتك برضو بثلاث لاعبين الاوائل بالنسبه لنادي الزمالك النهارده. افضل لاعب في الزمالك النهارده من وجهه نظرك، هل هو حاتم سكر ولا المسلوسي ولا الجزيري؟ لا النهارده ادي المسلوسي. المسلوسي ماشي. لاعب افتقده الزمالك في مباراه اليوم، زيزو ناصر زيزو. منسي ولا احمد فتوح؟ زيزو. زيزو. افضل لاعب في الزمالك في المباريات الاخيره، هل هو زيزو سيف فاروق جعفر ولا مصطفى شلبي؟ يعني بص ممكن يكون مصطفى شلبي. مصطفى شلبي. صفقه حتى الان لم تقدم المنتظر منها كابتن، عمرو السيسي ابراهيم النضاي سامسون. مين المنتظر؟ سامسون عمرو السيسي ابراهيم النضاي. لا ما قدموش المنتظر منه في الصفقه من لسه لحد دلوقتي، يعني ما فيش حد فيهم يعني. واحد يا كابتن بس. واحد اكتر واحد فيهم. واحد اكتر واحد فيهم يعني لسه ما اداش يعني. ابراهيم نضاي. ابراهيم نضاي. طيب افضل حارس في تاريخ الزمالك، عبد الواحد السيد، عادل مأمور، نادر السيد؟ لا عادل مأمور. كابتن عادل ماشي. افضل مهاجم في تاريخ الزمالك، جمال عبد الحميد، عبد الحليم علي، حسام حسن؟ جمال عبد الحميد. كابتن جمال عبد الحميد ماشي. افضل موهبه في تاريخ الزمالك، حازم امام، شيكابالا، حماد عبد اللطيف، وخد كمان كابتن رضا. الاربعه دول انا ازود لك كابتن رضا. بص يعني طبعا الثلاثه نجوم كبار. حازم طبعا لعيب كبير. شيكابالا لعيب كبير. بس انا بميل بقى بدل ما هم اميل للجانب بتاعي. اللاعب معاك قصدك. طبعا حماد عبد اللطيف ده مشلوش. حماد عبد اللطيف هو كابتن رضا نفسه بيقول لك افضل من احرف اللعيبه. لا لا احرف لعيب. بص لاعب ما تعرفش كره فين ودماغه فين. يعني ممكن يرقصك بدماغه. يعني بدماغه لوحديها. طبعا وراجل وشخصيه جميله كمان كابتن. طبعا كابتن حماد لعيب كبير. كابتن قبل ما اختم، هل نشوف ممكن كابتن هشام يكن في الفتره القادمه موجود في نادي الزمالك بشكل ما، سواء بقى في الاداره او في التدريب زي ما انت كنت بتقول كده في الاول انت مركز في التدريب؟ انا يعني امال انا عايز تشوفنا انا يعني انا بقول ممكن، خصوصا انا سمعت ان كابتن هشام يعني الفتره والله اللي بص انا لحد دلوقتي ما اقدرش اقرر اي حاجه الا لما نشوف الدنيا رايحه لفين. مش عارفين اي حاجه احنا، يعني هننتظر لان في حاجات كتير جدا ممكن تتغير. ممكن يعني ممكن نشوف كابتن هشام ينزل ممكن مجلس اداره، ممكن في التدريب. إيه عضو ولا رئيس؟ لا عضو. عضو. لكن اذا استلزم الامر